يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا ماتش امبارح مباراه الامس كانت مليانه تفاصيل الحقيقه تستحق ان احنا نقف عندها ونتناولها بالنقد والتحليل، طبعا الى جانب ان احنا كمان عايزين نتكلم عن استعدادات الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. كل ده هيحصل من خلال حديثنا مع كابتن صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق اللي منور الدنيا. صباح الفل. اهلا بيك كابتن كريم. اهلا بيك. اهلا بيك ازي حضرتك. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. صباح الفل يا كابتن صديق. صباح الفل. صباح النصر، صباح البدايات الكويسه، صباح يعني كده تفاؤل ان شاء الله للمنتخب في اللي جاي. ونقدر نقول بسم الله الرحمن الرحيم امبارح يعني اهو نقدر نقول شفنا اداء محترم فعلا من المنتخب، شفنا اداء مفرح، بدايات كده مبشره ان شاء الله للي جاي. لان خلينا نكون يعني صريحين، مباراه مصر وكينيا كان فيها مشاكل كتيره جدا والناس معنوياتها حتى انخفضت. ازاي شفت امبارح بقى؟ طبعا صباح الخير لحضرتك الاول. مباراه امبارح طبعا قبل ما نتكلم عليها نتكلم على مباراه كينيا عشان نربط المباراه دي بالمباراه دي. مباراه كينيا كان المنتخب ما كانش ظهر بالصوره اللي احنا متعودين عليها بالزبط. الصوره الجيده بمحترفين بتوعنا بامكانيات لاعبتنا. المنتخب كان بعيد جدا لان كان في ظروف برضو اثناء المباراه، نص الملعب كان متاخد مننا، ما كانش فيه زي المباراه الثانيه والدنيا كانت ملخبطه شويه. والحمد لله ان النتيجه طلعت برضو ايجابيه بالنسبه لنا، حققنا الهدف المرجو منه ان احنا صعدنا. تمام. بس خدنا الايجابيات من المباراه دي والسلبيات سبناها. دخلنا على المباراه الثانيه انا مسميها مباراه التصالح. بالنسبه للكابتن حسام البدري. حلو. وبالنسبه للجماهير المصريه ومباراه اثبات الوجود لبعض اللعيبه كان عليهم برضو ضغط شويه في المباراه الاولانيه وكان في نقد لازع بالنسبه لهم. صحيح. وغالبيه طبعا المحترفين اللي هم الواجهه بتاعتنا الجماهير المصريه، عندك لعيبه مميزين جدا محترفين، فالامال بتبقى متعلقه عليهم كبيره جدا ان هم يحسموا لك اي لقاء واداء يكون جيد جدا. فطبعا الشد او الظروف اللي حصلت في المباراه دي خلت الجماهير شويه هاجت على المنتخب وعلى اللعيبه بالذات المحترفين. كابتن حسام قدر يرجع طبعا عيد الاوراق بتاعته وحساباته. دخلنا على المباراه اللي هي المهمه جدا اللي اتلعبت امبارح اللي هي مبشره جدا جدا لكل الجماهير. بالظبط. وفعلا تصالح فعلا مع الجماهير. طب وده يعني اللي احنا شفناه الاداء اللي احنا واقفين عنده دلوقتي ده اللي هو مرضي بالنسبه لنا كلنا. اتحقق نتيجه ان توجيهات وخطط واستراتيجيه كابتن حسام البدري ابتدت تؤتي ثمارها، ولا حصل نتيجه ان اللعيبه بتوعنا هم اللي تعال نقول تحرروا او تخلوا عن الفكر الدفاعي التحفظي؟ لا مش موضوع الفكر الدفاعي بالظبط. هو كابتن حسام زي ما قلت لحضرتك ساب المباراه الاولانيه، ساب يعني السلبيات، خد الايجابيات بتاعتها وحاول يعالج بعض السلبيات. السلبيات في المباراه الثانيه مش موجوده. الخطوط كانت قريبه، التلت الاخراني اشتغل كويس جدا 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 اللي كان فيه صلاح وشريف وقفشه، ونقف عند قفشه عمل مباراه كبيره جدا جدا. صحيح. عمل شكل للمنتخب. صحيح. بالنسبه للحته التلت الاخراني عامل ثلاثة اسيست، وصل صلاح امبارح كان عنده ارتياحيه، كرة بتجيله في المساحات الكويسة. طبعا. هو صلاح امبارح تعب هان نفسه أكتر من المباراة الأولانية. عمل مباراة كبيرة جدا جدا. بدليل إنه هدف وفي لو ركز كمان كان هيجيب ثلاث أربع أهداف كمان. الشكل كان مميز، نص الملعب السولية كان مميز جدا. إنني المباراة الأولانية المشاكل اللي حصلت فيها الحمد لله كابتن حسام قعد معاه وهو قعد معاه. إنني لعيب كويس جدا بيلعب في الأرسنال. فالمفروض يكون ليه تواجد في منتخب مصر. طبعا. فلما كان في ضغوطات عليه ان هو ما لعبش حصل مشكله، جه الماتش الثاني ادى باداء رائع، سجل هدف مميز جدا. طبعا. نص الملعب استحوذنا عليه، بقى في شكل المنتخب. انا قلت لحضرتك يعتبر احسن شوط قدمه الكابتن حسام البدري ولاعيبته من ساعه ما المنتخب دوت كان موجود. بالذات الفترة اللي هي الأخيرة اللي كان فيه تعادلات في الأول وإخفاقات وما كانش فيه أداء جيد. لو كان الفريق المنافس أقوى مما هو عليه كان الوضع هيختلف ولا كنا برضه هنشوف نفس الأداء المميز للعبة؟ أنا ضد إن المنافس ضعيف أو قوي، أنا مع لعيبتي، لأن إحنا لما رايحين على المنتخب بتاعنا في الحالة بتاعته هيأدي قدام أي منتخب، لأن عندك عناصر مميزة جدا. أنت عندك ما شاء الله الشناوي من الحراس اللي هم الكبار جدا جدا في القاره. صحيح. ومميز ويدي طمانين لاي منتخب. عندك الناس المحترفين بتوعنا على مستوى عالي جدا، حتى الناس المحليين. شوف قفشه يعتبر مش مثلا بيلعب في اوروبا، امبارح اللي بيتفرج عليه مميز جدا يعني امتياز.
اداء ولا اروع. قفشه خلينا نكون برضو يعني بنتكلم فير. فعلا اداؤه كان لغايه مثلا المونديال كان رائع جدا كويس، كاس العالم الانديه، وبعدين جه ربما البعض كان بيشوف ان مش ده قفشه اللي احنا متعودين عليه في بعض المباريات اللي كانت لاحقه لي، ولكن ده بطبيعه الحال وطبيعه الضغط كان ماشي الكلام ده على كل اللعيبه مش بس قفشه. لكن امبارح فعلا يمكن لو هنقول عنوان المباراه عوده يعني سليمه او اكثر من رائعه، وكمان عوده للاعيبه. ففعلا زي ما حضرتك بتتكلم على المستوى الفردي بالظبط قفشه هياخد رقم واحد، ده وجهه نظري. لا لا تمام، انما اللعيبه الثانيه كلها ادت بكفاءه. صح. وبعدين امبارح كان في حاجه، كان في انضباط تكتيكي في الملعب. يعني ايه انضباط تكتيكي؟ الحاجات اللي هي بتبقى في نص الملعب او في الثلث الاخراني، لو كل واحد بيشتغل الشغل بتاعه بيوصلنا، وبعد ما الكوره بترتد بيجي يلتزم في المكان بتاعه، مش هيبقى فيه عندنا خطوط مفتوحه زي ماتش كينيا اللي الحته الدفاعيه ما كانش فيه ترابط ولا العشوائيه اللي شفناها. ما هو الماتش بصراحه مجمله كان ماتش سيء، لان احنا عندنا لعيبه كويسه، فانت لما تيجي تقيم بتقيم حسب الامكانيات الفرديه والمستوى الاداء الجماعي بالنسبه للتيم بتاعنا. امبارح من كل النواحي التكتيك في الملعب، الانضباط التكتيكي كله التزم في الملعب، قدوا مباراه رائعه. الكابتن حسام امبارح يعني ايه ياخد درجه مميزه ان في القياده امبارح وحتى في التغييرات انا انبسطت منه جدا، اعطى لعيبه افانتاج ان هم ينزلوا لان ضمن النتيجه. انا هروح مع حضرتك انا وكريم لنقطه بقى كابتن حسام، لان في كلام كتير جدا بصراحه لازم يتقال، بس انا عايزه ارجع لحته اللعيبه. بصراحه احنا برده شفنا لعيبه مختلفه امبارح، بنتكلم مثلا شفنا النني، عمرو السوليه، حمدي فتحي، يعني في لعيبه شفناها. فكره كمان التبديل شناوي وجنش، انا شايفه ان ده كان تبديل اكثر من رائع. حاجه طبعا انت بتخلي وبتدي فرصه للعيبه يشاركوا، مع ان بقى حضرتك لو تقول لي رايك في النقطه دي، لان البعض كان بيرى او كان كمان نزل وعمر جابر وعبد الله بالظبط، فدي عملت اضافت برضو ايه للفرقه غير الماتش الاولاني. البعض كان بيقول برضو حضرتك ترد على النقطه دي، ما ايه لازمه صلاح ان هو كان ينزل الشوط الثاني؟ ما كنت تريحه زي ما ريحت الشناوي، خلاص صلاح عمل اللي عليه، جاب جولين كفايه كده، احنا عايزين نحافظ عليه عشان ما هو قادم. يعني انا بقول لك او بنقل لحضرتك صلاح. او بنزل صلاح يعني انا بقول لحضرتك بعد ما قيل طبعا الاراء الجماهير تحترم، كل واحد ليه وجهه نظر، بس في امور ثانيه فنيه دي اللي عنده رؤيه ليها والملم بيها اكتر واحد المدير الفني اللي هو الهيد كوتش، لان هو اللي بيتحاسب. احنا قلنا ايه في كينيا؟ الماتش وحش، المدرب وحش. صح. والدنيا كلها قامت عليه، ومن حق الجماهير عندها تطلعات وعندها يعني ايه طموح مشروع ان احنا نبقى احسن حاجه كمدرب وكلاعب. المباراه الثانيه التغييرات اللي حصلت، كون ان هو ما غيرش صلاح، انت عارف صلاح بيحب وحابب يحقق ارقام كتير، يعني امبارح عمل رقم كويس بالنسبه للتهديف، يعني ايه بيتحسب له مع منتخب مصر طبعا. والكره ماشيه امبارح وهو كان كويس، فالكابتن حسام سابه لان برده مفيش ضغوطات عليه، لو لقى فيه عنف او في ناس ثانيه بتلعب بقوه عليه كان خايف عليه، عشان صلاح طبعا عنده استحقاقات بره في انجلترا، عنده طبعا مباراه مهمه جدا مع ريال مدريد طبعا. فممكن، بس هو سابه ما كانش فيه ضغوطات. شفت حضرتك كابتن كريم الثلث الاخراني كان في تحركات كويسه جدا لان في مساحات، شوف شريف قطع ازاي وراح سجل وعمل اسيست. لو في ضغوطات وفي ضغط من الديفنس بتاع جزر القمر انت تلاقي عندنا في ناس بتقولها كده وناس بتقولها كده عليها لابسها قمر عشان هي في او يعني مش سي او، خلينا مع القمر عشان مش عايز يا فندم قولها اي حاجه كله كويس. فسابه بقى، فسابه هو كمان هدف وكان عنده ارتياحيه. صلاح طلع مبسوط جدا جدا من المباراه والمعنويات مرتفعه. بس في حته هنا اضيفها لحضرتك، يعني وحضرتك لازم الفتره اللي جايه يكون في اهتمام بالمنتخب بالنسبه للمعسكرات، يكون اهتمام لان احنا داخلين على تصفيات كاس عالم. أيوة. ما ينفعش انت تجيب الناس من الدار للنار. احنا كان عندنا كورونا قبل كده، كان في مشاكل وفي ما فيش تجمعات، كل دي ما بتصبش في صالح الكابتن حسام ولا في صالح منتخب مصر. يعني الرؤيه بتاعته بتبقى اعلى في كل حاجه الفنيه، وكمان الاستقرار الاداري مع الاستقرار الفني هيصب في مصلحه المنتخب. ما جيش انا داخل على تصفيات كاس عالم، انا من رايي وهو دي وجهه نظره وصرح بيها، حتى لو بالمحليين لازم نعمل معسكرات عشان يبقى في تجمعات طبعا، وتدي له رؤيه كبيره يبقى المنتخب قدامه. طب حضرتك يعني في سياق اجابتك على سؤال نهاوند اللي فات كنت بتقولها على ماتش كينيا، الماتش وحش فاحنا بنقول المدرب وحش او ان اللعيبه مش حلو. طب بعيدا عن ان ساعات بيبقى في عكوسات وارد انها تحصل في مباراه معينه طبعا، مش لازم يبقى المنطق في كل الاحوال حاضر؟ هفسر لك وجهه نظري او اقصد ايه. اقصد ان لما يكون حضرتك معاك لعيبه ممتازه
ايه اللي يمنعنا ان احنا نتفرج على اداء ممتاز؟ وبعدين لو حصل في عكوسات في مباراه الظروف يعني مش معاك قوي، المنافس قوي زياده، بس لما تتكرر اكتر من مره تتكرر ليه وانت عندك لعيبه ممتازه؟ اكيد. انا اوضح برضو حضرتك حاجه وكلامك مظبوط 100%. المدرب لازم يكون حاطط استراتيجيه للمباراه، لان انت اكيد في جزء من المباراه ممكن المنتخب بتاعك يكون مش موجود تهرب منه، الدنيا ملخبطه كتكتيك كلعيبه ما بتنفسي، ممكن المنافس يكون قوي عليك، فلازم يكون عندك الحلول من بره. يبقى انت عندك تغييرات تكون ايجابيه، تنقل اللعب، تعمل تغييرات من جوه تكتيكيه مع تحركات اللعيبه. بس ساعات المدرب بيبقى داخل وممكن يكون ايه، يقرا الجيم بعد ما بيكون ما يبدا، بيبقى لازم يكون عنده الحلول اللي حضرتك بتقول عليها، بحيث ما تبقاش تقف عند نقطه معينه. انت بتلعب وحش 25 دقيقه، لازم يكون عندك حلول. تبقى انت قاعد بره تعمل تغيير تكتيك من جوه، ممكن تعمل تغييرات ايجابيه، تنزل تنقل الفرقه، شايف في حد في قصور في بعض المراكز ما حدش بيأدي فيه، عندك ورقات رابحه بره ممكن تستعين بيها، دي تغير لك الشكل والمعالم بتاعه الفرقه، وبرده متوقفه على فرقه الخصم. احنا برده كل المباريات اللي بنلعبها ما بنلعبش لوحدينا، ما انت اكيد هتقابل زي التصفيات بتاعه الكاس العالم، هتقابل منافس قوي طبعا، منتخبات قويه. احنا لسه كل ده مفروض ماتشات يعني بسيطه. أيوة وفرق يعني الحمد لله، او منتخبات سهله لا يعتبر. المجموعه بتاعتنا كان زي بقول ايه، زي بقول كده تكوي، زي بقول يعني خفيفه، يعني ايه حاجات سريعه كده، انما انت داخل على التقيل. ما هو ده جابون وانجولا ومنتخب ليبيا، فهو المدرب عنده الرؤيه دي، والمفروض يكون حاطط استراتيجيه. طبعا الكابتن حسام حاطط الاستراتيجيه، بس ساعات في بعض المباريات بتهرب من المدرب ومن اللعيبه، تلاقي الدنيا ملخبطه وما بقاش خلاص بقى، يبقى هو تركيزه ممكن يكون قل شويه. ما انساش ان برضو المدرب بيبقى عليه ضغوطات كتير، وبالذات طبعًا على السوشيال ميديا والرياضيين والنقاد، يعني كان محملين فوق طاقه الكابتن حسام. صح. فيكون ان واحد بيقود المباراه، طبعا كل الكلام ده ما يمنعش، لازم يركز لانه ماسك احسن حاجه اللي هي منتخب مصر، اعلى مستوى بالنسبه لينا احنا المنتخب غير الانديه طبعًا. فالمسؤوليه بتبقى كبيره جدا جدا، يعني لازم يكون هو قد الحمل ده. فكابتن حسام الحمد لله تدارك الظروف اللي حصلت كلها، السيناريو بتاع المباراه الاولانيه، وحاول بدليل ان هو تغييرات اكتر من 6 لعيبه، وبدا بالنني وعمل تغييرات في الملعب كانت في صالح المنتخب، وبان الشكل الكويس اللي هو ادى طمانينه لحد ما للجماهير ان هي تخف الضغوطات عليه، وامبارح كان مميز في قياده المباراه. طيب هقول لحضرتك برضو بعض التحليلات المختلفة من بعض الزملاء في برامج تانية اللي أنا سمعتها. البعض كان بيتكلم إن المباراة فعلا حسمت أو يعني خلاص ماتت في 25 دقيقة الأولانية بسيطرة أو فرض شخصية يعني مصرية، ولكن بعد كده شفنا في فرصة أو بدأت جزر القمر تهدد المرمى بتاعنا، فكده أنت السيطرة ما بقتش زي الأول بالنسبة للشوط التاني كمان. بتكلم بالظبط. اللعيب المصري أو اللعيب العربي ليه جاب جونين 3-4 ويهدى بقى، بيحصل حاله ايه سكون شويه كده وهبوط في الاداء نسبيا يعني، بس طبعا النتيجه الكبيره ادت طمانينه، فكان في ارتياحيه وكان في هدوء تام. بس طبعا حضرتك لما تلعب برده اي فرقه صعب ان انت جاذبه 4 أو 5، ان هما برده احنا مش بنلعب لمؤاخذه قمصان او بروتين اللي هو بتاع التمرين، ان في ناس برده هتوصل، ده منتخب فاكيد هيوصلوا عندك، بس يمكن الناس كانت عايزه سكور كبير امبارح عشان مستوى المنافس كان اقل من منتخب المصري، بدليل كمان ان الاهداف اللي جبناها دي ما كانتش في حسابات المدرب بتاع جزر القمر، برده عملت ارتباك عنده، فاجئ الاجوان في جايه بدري جدا. ده كلام حضرتك ده بالظبط اللي قاله المساعد المدرب، لان هو كان في مداخله على احد البرامج جزر القمر. بالظبط، وقال كده بالظبط، قال نفس الكلام، قال احنا كنا اكيد عايزين نفوز، ولكن احنا كنا عايزين نقدم اللعيبه بتاعتنا باداء كويس، ولكن احنا فوجئنا باداء تاني من منتخب مصر. ومش حاسس بدماغه يعني خالص، زي بلغه الكوره كابتن كريم احنا خطفناه. صح. وبالذات حتى في المباريات اللي هي في الدوري المحلي او في حاجه، لما فريق بينزل مدرب جاي يتكتل قدامك ويدافع ويعمل كده، يلاقي انت رحت مديله جون واثنين وثلاث، خلاص خلصت بقى. زي ما بيقولوا باللغه الملاكمه، رمى الفوطه خلاص سلم. فهم امبارح النتيجه الايجابيه الاولانيه حاطت برده هدوء نسبي للعيبه بقى، بس انا طبعا لما الاقي منافسه ده، لا انا كنت حابب ان المنتخب يجيب سكور، صلاح يزود اهدافه تتحسب له، بيعمل ارقام كويسه وكله بيهدف. انا سعيد جدا بشريف امبارح، مش عشان اهلاوي، ان حاجه مبشره ان تاني مره اشتراك مع منتخب ويسجل.
يعني حط بصمه كويسه. فالمنتخب كله امبارح كان مميز وما شاء الله يعني. هل التميز ده من وجهه نظر حضرتك ان شاء الله يعني شايف انه ممكن يستمر الفتره الجايه ويخلي يعني نسبه المنافسه بتاعت منتخبنا في الحصول على تذكره التاهل للمونديال هتكون حاضره بقوه؟ اكيد طبعا. هو دوت المكسب بيدي ارتاحيه للمنتخب وللشارع الكروي في مصر، نقاد والرياضيين والاعلام بالاخص يعني، فيبقى في ارتياحيه شويه. منتخبنا منتخب كويس، منتخب قوي، بس انا لازم يكون الاستعداد جيد، استعداد قوي، تركيز عالي جدا جدا من الجهاز الفني ومن المنظومه كلها، ويوفروا للكابتن حسام الفتره اللي جايه معسكرات جيده جدا، عشان المعسكر ده بيدي رؤيه كبيره جدا جدا للمدرب، بيدي ارتياحيه لكل اللعيبه تبقى موجوده قدامه طبعا، وبالذات لعيبه الانديه. النادي الاهلي ليه سيستم وليه سياسه معينه بالنسبه للعيبه والمنظومه كلها. نادي الزمالك، سموحه، الاسماعيلي، المصري، الزمالك، لما تيجي بقى المنتخب في سيستم معين الكابتن بيشتغل بيه، لازم كل دول يكونوا قدامه ولازم يتعودوا على سياسه الكابتن حسام، يتعودوا على الانضباطيه، على المعسكر بيزيد اللعيبه من احتكاكات مباراه وديه. انا جايب لعيبه جديده في المنتخب هشوفهم ازاي كويس تحت ضغط لما اعمل لهم مباراه وديه. أيوة. يعني امبارح مثلا احمد ياسر ريان نزل نزل جزء الي عنده امكانيات كويسه جدا، لما ياخد فتره جداً كبيره صراحة. زي شريف ما دخل، شريف لما جه الاول بالنسبه لمصطفى محمد برضو عشان من ايه ما الناس ما تفكرش ان احنا جايين مع الاهلي، مصطفى لعيب كويس جدا زي بيقولوا فرود مصر الاول. بس ممكن في ماتش مش متوفق لازم يكون عندك بدلاء كويسين طبعا، ومفيش حاجه اسمها بديل بدلاء. كل لاعب بيروح منتخب مصر ده يعتبر بينزل يؤدي دوره زيه زي اللي موجود، وبتفرق ان لعيب يكون عنده افانتاج عن التاني ان هو بيسجل. فالفتره المعسكر رقم واحد المدرب ومصلحه الكره المصريه ومصلحه المدرب ومصلحه اللعيبه، تجانس لعيبه تقعد مع بعض نتكلم مع بعض معسكر الصبح وبالليل كده، كل ده بيولف ايه انسجام ويصب في مصلحه المنتخب. انا بتفق مع حضرتك جدا، ويمكن ده ابتدينا نشوفه من يعني خلينا نحكم من امس، لان فعلا احنا شفنا مشاهد غير الاداء حتى الجيد او السيطره في الشوط الاول المصريه، لكن شفنا كمان تجانس ما بين اللعيبه. يعني اللقطه بتاعه النني وهو بيدي الشاره لصلاح برده كانت حاجه جميله جدا، هنتكلم فيها دلوقتي بالظبط. على خصالك طب ما احنا فيها على خصالك يلا بينا. هو سؤال مميز من حضرتك يعني ما شاء الله عليك. حته برده ايه، كان في لغط على حته الكابتن ومش الكابتن، امبارح اتحلت بطريقه سلميه، بطريقه قانونيه، بطريقه شرعيه. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي انا اقدم من الكابتن كريم، انا الكابتن. كابتن كريم نجم سابقني شويه، بس في اصول وفي مبادئ في المنتخب ماشي عليها، زي الانديه، زي ما في النادي الاهلي، الناس اللي يكون في التزام والمنظومه ماشيه صح، مفيش اختلافات. ممكن بعض الاعلام صلاح انا معاك كتقدير للكره المصريه لصلاح بمكانته العالميه، بس في هنا التزام وفي انضباط بين اللعيبه وبين جهاز المنتخب. فامبارح اتحلت بصفه يعني لو انت عايز تعملها مش هتيجي كده، ان اللي طلع ادى الشاره الادب منه، اللي بعديه طلع بشياكه وفي حتى اسلوب فيه رقي. فكده صلاح كمان نفسيته ارتاحت، لان صلاح اثرت معاه في المنتخب لما يورجن كلوب ادى ارنولد كابتن التيم في انجلترا في ليفربول. صلاح ما غداش يقول لك لا ما بيفكرش، لا بيفكر، دي طموح كل لعيب، ابقى كابتن في المكان اللي انا فيه، ودوري زي الدوري الانجليزي دوري الابطال هو كابتن فريق ليفربول، حاجه كبيره جدا جدا. اثرت عليه اثرت، بس مش موضح قوي. هنا ممكن تاثر عليه، لان زي اللعيبه الكبار في المنتخبات العربيه يقول لك ايه ده كابتن التيم، ده كابتن حتى لو مش قديم، بس حته الاقدميه يكون في انضباط دي بتدي ارتاحيه للمدرب، لان ممكن تسبب صداع للمدرب. قبل كده كان في مشكله احمد فتحي رفض، ممكن عبد الله السعيد يرفض وحصل مشكله، او اللعيب من نفسه انا حابب اديها للكابتن كريم، اتفضل شارت الكابتن هتاخدها مني وحق انا شرع اخدها، ممكن ما اديهالكش. امبارح اتحلت ولا اروع، ما حسيناش باي حاجه، سلاسه، اخلع ادي نهواندي هي كابتن، انا كابتن الموضوع انت ما بقيت الكابتن طبعا. الله الله الله، اتفرج بقى على اداء الفتره الجايه كابتن الكباتن. طب تعالى بقى نروح من منتخب مصر للنادي الاهلي، حتى لو هنرجع للمنتخب لاحقا. شفت ان النادي الاهلي استفاد من فتره التوقف الاخيره لاي درجه؟ وبرضو عايز اسالك على فكره المطلوب ايه خلال الفتره الجايه، وخصوصا احنا بنتكلم بقى على عندنا لسه سيمبا وعندنا المريخ، عندنا مباراتين الاهلي حضرتك في الاستحقاقات بتاعت افريقيا او في الدوري المحلي، بيبقى عينه على الاول وعينه على التفوق كاداء
كامكانيات لعيبته وكبطوله. الاهلي استفاد الفتره اللي فاتت، مستر موسيماني اكيد لم اللعيبه كويس اللي هم خارج المنتخب، اشتغل عليهم زي مثلا الناس اللي كان عندها بعض الاصابات، والناس اللي كان محمله اكتر في دوري كاس عالم الانديه والدوري المحلي او في افريقيا، فبرضه كان محتاجين فترات راحه دي تفرق معاهم. بس هي ما مش راحه سلبيه، راحه ايجابيه بس ما فيهاش ضغوطات زي ما يكون في مباريات كل 3 ايام طبعا. فاكيد الفتره دي هتصب في مصلحه النادي الاهلي، وزي ما بيقولوا اعاده ترتيب الاوراق بالنسبه لبعض اللعيبه. مروان الفتره اللي فاتت بيتمرن كويس جدا في النادي الاهلي، وليد سليمان باذن الله راجع بقوه، بعض اللعيبه ايمن اشرف برضو أيمن حالته افضل، ايمن اشرف لما برضو الفتره انت عارف كان جاي طالع من اصابه طبعا. فالناس دي الفتره الجايه هتبقى ايه تركيزهم مع النادي الاهلي، لان خدوا فتره كويسه ومستر موسيماني اشتغل معاهم مفيش كل 3 ايام ماتش، كان عنده مساحه كويسه جدا يحضر اللعيبه ان شاء الله لاول مباراه بتاعه المريخ وبعديها مباراه سيمبا. فالاهلي ان شاء الله هيرجع بقوه، والميزه كمان اللي مبشره تالق شريف مع المنتخب، دي اضافه النادي الاهلي طبعا. الحمد لله نمسك الخشب يعني بالنسبه للشناوي الشناوي ماشي كويس جدا جدا بتفوق، برضو السوليه دول جايين من المنتخب جاهزين هيفرقوا مع تيم النادي الاهلي صحيح. حتى حمدي ربنا يشفيه يعني عمل شوط مميز جدا الماتش كينيا، وبذل مجهود كبير جدا صح. في نص الملعب وادى اداء بقوه، كل بتوع المنتخب هيبقوا اضافه لفرقه النادي الاهلي ان شاء الله في المباراتين اللي جايين، سواء مع المريخ السوداني ومع سيمبا، وباذن الله الاهلي يتصدر، فاكيد استفدنا من فتره الراحه اللي فاتت. جميل. طيب كابتن سدير لو هروح مع حضرتك لمشكله الفاينل تاتش بتاعنا في الاهلي اللي كانت متصدره في المباريات اللي فاتت واللي شفناه، وكان عندنا علامه استفهام لان مش دي يعني او مش ده الشكل اللي الاهلي معودنا عليه، الفاينل تاتش حته الثلث الاخراني بالظبط التهديف اصلا في ال 18 تتكلم ففي ايه كان ودلوقتي ازاي حضرتك بتشوف يتم التغلب؟ هل احنا بقى هنركز مثلا مع راس الحرب هيبقى في تمرينات مختلفه؟ هل حضرتك شايف ان موسيماني المفروض يتبع خطه معينه علشان نقدر نتكلم ان ما يحصلش تاني اهدار للكرات اللي كانت يعني. بالظبط اللي هي كانت محسومه هي تقريباً. بعض المباريات عشان ما لما انا قلت بعض انا قلت ازاي بعض. هي بس اللغط والضغط اللي حصل على مستر موسيماني ده في مباراه فيتا كلاب اللي هو كان عندنا عشان اتعادلنا 2-2 وبرده جالنا فرص كنا المفروض مثلا نهدف، والمباراه اللي احنا خسرناها ان شاء الله ما تتكررش اللي بره ملعبنا مع سيمبا. حته التهديف احنا عندنا مهاجمين كويسين جدا جدا، بدايه من شريف بواليا صلاح محسن مروان ما يكون جاهز وفي حالته فورمه كويسه جدا. فطبعا الفتره اللي فاتت مستر موسيماني لفتره الراحه اشتغل على الحته التهديفيه الحته اللي فوق مع الناس اللي هم في الثلث الاخراني، هي عشان الماتش ده الماتش اللي بعديه ما احنا كسبنا الاول الفريق اللي هو السوداني الشقيق المريخ 3 وحرزنا اهداف كويس، جينا برده الماتش اللي بعديه كسبنا فيتا كلاب وعملنا نتيجه كويسه ايجابيه وسكور عالي والناس وصلت وكان في تهديف بالنسبه للثلث الاخراني. هي بس الناس بتقلق لما ساعات المهاجمين بتضيع وساعات برده بيبقى فيه لغط على حته مين يبدا، عشان اوضح لك برضو ايه هو مين يبدا ده السؤال اللي هيفضل. انا فهمت كل سؤالك. مره انا شفت انا فهمتك ازاي من غير ما تقولي صح يا كابتن سدير. انت عايزه تقولي برضو ايه مين يبدا انت عايزه تشيل الحرج بقى عن ايه مين يبدا دي في المقام الاول بتاع مستر موسيماني اكيد. ليه؟ لان هو الهيد كوتش اللي بيحط التشكيل بتاع النادي الاهلي، اصلح واحد يلعب في حته مركز راس حربه مركز حساس جدا اللي هو بيوصل الشغل كله بنشتغله في النادي الاهلي اللي هو مين اللي هو بدايه بواليا شريف مروان انت عايزه تعرفي الترتيب بقى صح؟ انا هقول شريف ما انت عينيكي فيها الترتيب كده انا اقولها الترتيب ده بتاع المدير الفني انا ما اقدرش افرض عليه حد، بس لما تيجي نتكلم بلغه الكوره اخر مباراه لعبها شريف سجل مع النادي الاهلي ايوه اخر مباراه لعبها شريف مع منتخب مصر سجل وعمل اسيست في قمه التالق، انا كمدير فني ممكن ابدا بيه، بس مش ما معناه لما انا بداتش بواليا يبقى بواليا وحش او بمروان وحش، الراجل بيبقى ليه تكتيك معين بيشتغل بيه في مباراه عايزه ده ومباراه عايزه ده. هو ممكن تبقى المشكله ان الجمهور ما بيعجبوش العجب يعني هل دي ممكن تبقى جزء من المشكله فكره ان لو الاداء مش مرضي فاحنا لا مش عاجبنا بقى اللي بيحصل ده القرارات بتاعه المدير الفني دي من لا مش على يا فاهم قصدي فكره يعني الجمهور زي ما قلت حضرتك بيطالب لعيبه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي كلها ان الفرقه تبقى كويسه جدا كاداء ونتائج ولعب وبطولات،
بيتكلموا على الحته اللي فوق، عايزين الفيرود اللي ينزل لازم يسجل ويظهر بمظهر كويس، لان الكور كتير بتجيله. هو الناس قلبت على مروان، ممكن الكوره مدياله ظهرها شويه، وصل كتير بس ضيع، فقد شويه جزء من الثقه اللي عنده. الضغوطات بتبقى جامده في النادي الاهلي. كده كان اكتر من رائع يعني، ممتاز. ما يعني لا، مهاجم مصري الاول. كل المدربين الاجانب كلهم ما اختلفوش عليه ان هو يكون رقم واحد في المنتخب. حته بواليا لما كان في الجونه ما فيش ضغوطات عليه طبعا، يعني ينزل يقول لك مثلا السلام عليكم تلاقيه بيسجل. النادي الاهلي ممكن يوصل ما يسجلش، هيبقى فيه ضغوطات هناك ما حدش هيكلمه. لا، هو في حاله بواليا ما كانش فيه ضغوطات، كان فيه عكوسات الحقيقه. لا لا، قعد فتره الدنيا محجره معاه. لا ما هي ضغوطات يعني ايه؟ ما لما بيسجلش يبقى فيه ضغوطات طبعا، برضه الناس بتترجم له وهو بيعرف، لان السوشيال ميديا برامج كلها دوت مهاجم كبير وهداف ومدفوع فيه مبلغ لازم يسجل. لا مش شرط، ما ممكن يعمل اسيست يبقى حتى كويسه يخلي نص الملعب يسجله. بس حته بقى مروان، حته شريف، انا شايف شريف افضل حالاته عشان زي ما نهاوندي بتقول محمد شريف على طول كان اكثر من رائع بصراحه. وانا كمدرب قبل وبعد لو في فرويد بيسجل والكره ماشيه معاه توفيق ربنا محالفه انا ببدا بيه، ده وجهه نظر انا. بس في المقام الاول الرؤيه الفنيه للمدير الفني بتاع النادي الاهلي. طب حضرتك شايف يعني المنافسه على الدوري الموسم ده هتكون عامله ازاي في ظل صداره الزمالك وفي ظل وجود مباريات مؤجله للنادي الاهلي؟ والزمالك متصدر مؤقت عشان الاهلي ليه مؤجلات بالزبط. بس ده ما يمنعش ان الزمالك طبعا هو دلوقتي متصدر الدوري بفرق نقاط، لان الاهلي عنده مخزون مباريات ان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي يلعب المباراه المؤجله ويكسبها ويرجع لوضعه الطبيعي في مكانته اللي هو معودنا عليها والمحببه الجميله للنادي الاهلي ان هو يكون الاول. الدوري السنه دي دوري كويس، فيه الفرق كلها ما شاء الله عندها طموحات ان تحقق مراكز كويسه، والسنه دي الموسم برده حته ان كل ثلاث مباريات ماتش وضغوطات المباريات دي برده بتدي افاده للعيبه عشان ياخدوا خبرات كبيره. ممكن يبقى عندك ماتشات في افريقيا ورا بعض، ممكن المنتخب عنده استحقاقات فدي بتكتسب بيها خبرات من الدوري المصري. ضغوط المباريات مش مؤثره على بعض الفرق اللي هم عندهم صف ثاني، عندهم لعيبه عندها خبرات وعندهم لعيبه كويسه. حته المنافسه هي محسومه السنه دي بالذات، لان احنا اتفاجئنا ببيراميدز رغم الامكانيات الهائله اللي توفرت ليه، بس بعيد. الاسماعيلي اللي كان معودنا من زمان يبقى هو ثالث، بعيد خالص خالص. في فرق جايه من بعيد بس مش هتنافس، زي المصري، زي المكرسة برضه جاله وقت قريب. سيراميكا كان كويس، سيراميكا كان كويس في الاول. بس المنافسه محصوره بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، لان هم اللي عندهم الامكانيات الفنيه البشريه الماديه كل الامور متوفره ليهم ان هم يبقى في منافسه. بس انا شايف ان شاء الله باذن الله تيم النادي الاهلي هيبقى متصدر بعد المؤجلات، وزي ما معود الجماهير البطوله المحببه باذن الله ان هو يكون واخد دوري. ربنا يصلح الحال ان شاء الله باذن أكيد الله يعني. وسعدنا كالعاده بوجود حضرتك معانا يا كابتن. الله يخليك، انا كنت سعيد جدا والله اول مره اتواجد معاك. فكره جميله كابتن صديق بجد، نورتنا ومش هتبقى اخر مره، هتبقى معانا دايما باذن الله كده. ان شاء الله نتفائل بحضرتك. الحلقه خلصت، الحلقه خلصت، بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين وحلقه جديده و10 الصبح بالاهلي. بنشكركم على حسن المتابعه، صباح الفل.